نبدأ كده بسم الله، نحل الأسئلة بتاعت الهومورك اللي كانت على من ليسون 1 لحد ليسون 4 في الألجبرا. طبعا في أسئلة في الأول هنشرحها، وفي أسئلة تانية هنبدأ نحلها على طول من غير شرح، لأن الموضوع هيبقى مكرر شوية. اتفقنا إن التراينوميال اللي قدامي ده مترتب x باور 2 x باور 1، مفيش x خالص، بتأكد من كده في معظم المسائل. وبعد كده ببدأ إن أنا أحط التو براكتس في كل المسائل، هوزع الـ x باور 2 x باي x، وبقول الجملة عايز رقمين يدوني 12. الأرقام اللي تديني 12 هي 12 باي 1 أو 2 باي 6 أو 3 باي 4. هختار أنهي بير من دول؟ هنختار اللي مجموعهم 7. فأنا بقول الجملة مرة واحدة بدل ما أعمل كل ده. مين الرقمين اللي يدوني 12؟ البرودكت بتاعهم 12 ومجموعهم بـ 7 3 باي 4. بوزع الـ 3 باي 4 أو الـ 4 باي 3 براحتي، المهم إن الساين الأخيرة بوزيتيف، يبقى الاتنين زي اللي في النص، نيجاتيف نيجاتيف. عشان نبقى خلصنا القصة دي ومحدش يسأل عليها تاني، لو أنت كتبتها كده في الامتحان x minus 4 و x minus 3 صح، هي دي بالظبط. تمام. طيب السؤال اللي بعده نفس الكلام، أدي الـ 2 brackets، رقمين يدوني 10 مجموعهم ب 11 10 باي 1، الأخيرة بوزيتيف، الاتنين زي اللي في النص. السؤال اللي بعده، رقمين يدوني 12 وفرقهم 4 2 باي 6 يدوني 12، ولما أعمل لهم ماينس يدوني 4، الأخيرة نيجاتيف، يبقى البراكت الكبير اللي هو 6 هياخد زي الميدل ترم زي دي بوزيتيف، وهنا عكسها. السؤال اللي بعده نفس القصة، رقمين يدوني 10 فرقهم 3 2 باي 5، الكبير زي اللي في النص والصغير عكسه، مش فارقة بقى فيها بي فيها سي أي حاجة، مترتبة. وطبعا هنا في رمزين البي والسي، فأنا برتب على حسب اللي أنا شايفه. أنا هنا هرتب على حساب البي، هبدأ أوزع بي باي بي وفي الآخر سي باي سي، وبقول الجملة عايز رقمين يدوني 10 وفرقهم 3 2 باي 5 برضو، الأخيرة نيجاتيف، يبقى الكبير زي اللي في النص، أدي الكبير وأدي الصغير. طيب نيجي هنا بقى، المسألة هنا مش مترتبة، فأنا هبدأ أنا اللي أرتب الأول، هبدأ بـ A باور 2 وبعد كده بوزيتيف 22A نيجاتيف 75، كمل. بعد ما رتبت A باي A عايز رقمين يدوني 75 وفرقهم 22 3 باي 25، الأخيرة نيجاتيف، يبقى الكبير زي اللي في النص والصغير عكسه. طيب هنا برضو مش مترتب، نرتب x باور 2 ماينس 10x بلس 21. بعد ما رتبت هبدأ x باي x، رقمين يدوني 21 مجموعهم 10 3 باي 7، الأخيرة بوزيتيف، يبقى الاتنين زي اللي في النص. هنا المسألة مترتبة بس فيها مشكلة، إن فيها common x، واحنا اتفقنا إن لازم دي تبقى الباور بتاعها even عشان أقدر أعمل factorize. فأنا دلوقتي خدت بالي إن في HCF اللي هو مين؟ الـ X. هفتح براكت وبجيب كل اللي جوه بالديفايد، يعني أنا باخد كل ترم من دول أعمل له ديفايد X، يعني بالبلدي كده اسحب X، يتبقى لك X باور 2 ماينس 3X ماينس 28. طيب الخطوة اللي جاية هركن الـ X وأبدأ دلوقتي أحط الـ 2 براكتس بتوعي X و X 28 وفرقهم 3 4 باي 7، الأخيرة نيجاتيف، يبقى الكبير زي اللي في النص والصغير عكسه. كده خلصت المسألة وما تنساش الإكس. طيب هنا مسألة مش مترتبة، أكبر باور عندي للإكس إكس باور 3، يبقى 3 إكس باور 3 ماينس 15 إكس باور 2 بلس 18 إكس. دلوقتي في 3 كومن عمالة بتتكرر، كل الأرقام تيبل 3 وكل الترمز فيها x، يبقى انا هاخد 3x كومن، اعمل ديفايد 3x
يتبقى لك x بار 2. اعمل divide 3x يتبقى 5x. اعمل divide 3x يتبقى 6. اركن ال 3x مالكش دعوه بيها. وادي ال 2 bracket x by x 6 ومجموعهم 5 2 by 3 الأخيرة positive، يبقى الاثنين زي اللي في النص. زي ما انت شايف كده، دي المسائل اللي احنا بدأنا بيها. ماشي، نكمل نشوف الفكرة دي. الفكرة دي فيها تكة زيادة، ان انا عندي دلوقتي في ال 3 معمولة times في البراكت، فانا دلوقتي لازم اخلص من ال times ده ان انا اضرب ال 3 هنا وهنا. شكل المسألة الجديد هيبقى x power 2 minus 4x minus 3x 3 by x و positive 6. طب يا مستر، ده انا واخد بالي ان في like terms عندي اللي هما ال 4x وال 3x، خلاص نجمعهم، ماليش دعوه ب x power 2 ولا 6. negative 4 negative 3 negative 7x. يلا factorize بقى، طالما المسألة ترتبت وملهاش simplify اكتر من كده. 6 ومجموعهم 7، 6 by 1 الأخيرة positive، الاثنين زي اللي في النص. طيب نفس القصة هنا، هنضرب ال x في البراكت. شكل المسألة الجديد بقى x power 2 plus 7x plus 10. خلاص المسألة جهزت، x by x 10 ومجموعهم 7 2 by 5 الأخيرة positive، يبقى الاثنين زي اللي في النص. نشوف الأسئلة بتاعت الـ choose. بيقول لي the expression x power 2 minus 3x plus 6 can be factorized then c may be equal k. الأول بس هو بيقول لي هنا عايز رقمين يدوني c، أنا مش عارفه، فأنا طالما المسألة choose أنا ممكن أجرب الاختيارات. يعني لو حطيت هنا 1، هل في رقمين يدوني 1 البرودكت بتاعهم 1 ومجموعهم 3؟ لا. هل في رقمين يدوني 2 ومجموعهم ب 3؟ اه، 2 by 1 يبقى دي تنفع. طب لو جربت 4، هل في رقمين يدوني 4 ومجموعهم 3؟ لا. 6 ومجموعهم 3 برضو لا. يبقى انت بتجرب. نفس الكلام هنا، هنا بيقول لي الكي نوت ايكوال كام، يعني كل الاختيارات صح ما عدا واحد، فانا هجرب ال 12. هل في رقمين يدوني 12 وفرقهم 1؟ اه، 3 by 4 يبقى الاختيار ده صح، مش هاخده. تعال نجرب ال 30، هل في رقمين يدوني 30 فرقهم 1؟ ايوه، 6 by 5 يبقى الاختيار ده كمان صح، مش هينفع اخده. نجرب ال 6، هل في رقمين يدوني 6 وفرقهم 1؟ ايوه، 2 by 3 يبقى مفيش غير ده اللي هو ال 8، لان انا لو حطيت هنا 8 مفيش رقمين يدوني 8 وفرقهم 1، يبقى ده الاختيار المظبوط. السؤال اللي بعده بيقول لي الA هنا may be equal كام. طيب هنا هو مديني رقمين البرودكت بتاعهم ب2. طب ايه الارقام اللي تديني 2؟ 1 by 2. هو عايزني اجمعهم، مجموعهم بكام؟ مجموع دول بكام؟ ب3. خلصت، ما هو مفيش ولا اختيار هينفع. نفس الكلام الB may be equal، انت عايز رقمين يدوني 10، والله الارقام اللي تديني 10 يا 10 by 1 يا إما 2 by 5. دول فرقهم كام؟ 9. طب ودول فرقهم كام؟ 3. مين من موجود في الاختيارات؟ ال 3، ال 9 مش موجود، يبقى ده الاختيار المظبوط. السؤال اللي بعده، رقمين يدوني 12 يا إما 2 by 6 يا إما 3 by 4 يا إما 12 by 1 يا ده يا ده يا ده. دول مجموعهم ب 8، مجموعهم ب 7، مجموعهم 13. ال C ممكن تبقى ايه؟ ايه اللي انت سمعته من الاختيارات؟ ال 7 هي الاختيار المظبوط لحد دلوقتي. شوف الصفحة اللي بعدها، ده lesson 2. كده احنا خلصنا الهومورك بتاع lesson 1.